أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شارع العرب. نبدأ كلامنا ونقول لكم كل عام وانتم طيبين، وجايبين السيد نويل النهاردة بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين طبعا بأعياد الكريسماس، ويا رب يجعله عام سعيد على الأمة الإسلامية وعلى مصر وعلى الوطن العربي أجمعين إن شاء الله. هنفتح ملفنا النهاردة زي ما متعودين معاكم عن ملف الطلاق. الإحصاءات بتأكد إن الطلاق في مصر ارتفاعه أو نسبة الطلاق في مصر نسبة بقت مرتفعة ونسبة كبيرة، وصلت ل 285 ألف حالة طلاق سنويا حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء آخر إحصاء عام 2019. هل الظاهرة دي بسبب الحالة الاقتصادية أو فقدان الوعي أو الوازع الديني؟ عشان كده إحنا النهاردة هنلتقي مع ضيوفنا الأعزاء والكرام بإذن الله. هيكون معانا الداعية الإسلامي الدكتور عابد دسوقي. بنرحب بحضرتك دكتور عابد. أهلا وسهلا بحضرتك بصريف عبد. وهيكون معانا الدكتورة أسماء سعان، استشاري الصحة النفسية. أهلا بحضرتك دكتورة أسماء، منورانا النهاردة. أهلا بحضرتك. وبنرحب طبعا وزميلتي الإعلامية رانيا ربيع اللي هتشاركني في تقديم حلقة اليوم. بنرحب بيك يا رانيا. بيك يا استاذ رفعت. اهلا بيكي. واهلا بالضيوف الكرام. واهلا بيك اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي دكتور اسامه. اهلا وسهلا. وطبعا كل عام وكل الساده المشاهدين بخير، وان شاء الله يكون عام 2020 مليء بالسعاده وبالحب على كل مشاهدينا ان شاء الله. دكتور عابد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وجعلنا بينكم موده ورحمه. ايه هي الموده وايه الرحمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله ومن والاه وبعد. الأسرة في الإسلام هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وبناها القرآن الكريم على المودة والرحمة كما ذكرت في هذه الآية المباركة الذي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه المودة وهذه الرحمة التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى هي ناشئة بين الزوجين، ولم تكن هذه المودة من فراغ، ولم تكن هذه الرحمة من فراغ، وإنما الله سبحانه وتعالى حينما يقول من قدرته وعظمته جل وعلا أن جعل بين الزوجين الرحمة والمودة والمحبة والسكينة. فالرحمة والمودة والمحبة والسكينة تنشأ بين الزوجين في حالة إذا كان كل منهم يريد رضا الآخر. بمعنى كثرة المشاكل التي تحدثت عنها والطلاق اللي حضرتك تحدثت عنها ليست من فراغ، وإنما ناشئة من أمر هام، ألا وهو أن كل من الزوج والزوجة كل منهما يريد حقه دون أن ينظر إلى الواجب الذي عليه. بمعنى الزوج يقول أنا لي حقوق 1 2 3 4، والزوجة كذلك تقول أنا لي حقوق 1 2 3 4. طب أنا نفسي الزوج أو الزوجة حينما يتحدثون أو حينما يطالبون بالحقوق لو كل واحد منهم فكر في الواجبات التي عليه أولاً والله ما حدثت بينهما مشكلة. لكن للأسف أستاذ رفعت والسادة المشاهدين، يعني للأسف الشديد كل واحد يريد حقه دون أن ينظر ما عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، لماذا؟ لتسكنوا إليه. إذن السكن والمودة والرحمة في الأزواج التي خلقها الله تبارك وتعالى لكي يسكن إليها الزوج وكي يتحدث إليها بما في نفسه وبما في صدره وكل ما به من آلام وكل ما به من أشياء يريد أن يسكن إلى هذه الزوجة، فكيف تكون المودة والرحمة في إنسان لا يريد إلا حقوقه؟ تمام، تخطى حضرتك. لذلك على الزوج أن قبل أن يبدأ ويسأل عن حقوقه، أنا أطلب منه الآن وأنصح نفسي وكل السادة المشاهدين لكل زوج أن
يعمل كل ما في وسعه من الواجبات التي عليه، وستأتي الحقوق طواعية له لأنه أدى ما عليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الزوجة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسن الاختيار، وأمر أيضا الزوجة أن تحسن اختيار الزوج. إذا بنينا على هذا الأساس الذي أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشنا حياة سعيدة وعشنا يعني في محبة ووئام وسلام. لكن أعود فأقول على كل إنسان أن يتريث قبل أن يطلب في حقوقه. هل عملت ما عليك؟ هل عملت الواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى عليك تجاه زوجتك ثم تطلب منها الحقوق؟ أيضا أيتها الزوجة، هل عملت كل ما أمره الله تبارك وتعالى لك أن تفعليه من أجل أن ترضي زوجك؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وإذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال موصيا الشباب الذين يريدون الإقبال على الزواج أن يتخيروا من؟ قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، أي تنكح الأسباب التي تنكح من أجلها المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. عزكم الله. تفضل. تمام. نروح للدكتورة أسماء. لو دلوقتي الأسرة حصل فيها انفصال وطلاق، أكيد الأطفال بيتعرضوا لحالة نفسية، حالة سيئة بيمروا بيها الأطفال أيا كانت المراحل العلمية للطفل، سواء طفل صغير أو حد مراهق، بيتعرضوا لإيه؟ احنا بداية بنتكلم في الموضوع ده النهاردة لان احنا نسب الطلاق بقت عالية جدا. احنا كان اعلى نسب طلاق في السعودية كانت النسبة من 10 لـ20%. احنا حاليا ما شاء الله يعني مصر بتتقدم في كل حاجة، وفي الطلاق بقت النسبة عالية جدا جدا يعني. فالاطفال عندنا بدأوا ان هم يتعرضوا لمشاكل سلوكية كبيرة ومشاكل نفسية وبنسب كبيرة. يعني احنا لقينا 60% من الاطفال الأكثر عرضة للمشاكل السلوكية وكمان للتنمر من الأطفال صحابهم في المدارس وكده. لو قسمنا الأطفال يعني لو بنتكلم مثلا في مراحل ابتدائي للمراهقة، ايه اللي بيتعرض للابتدائي؟ اكتر فئه بتتعرض للمشاكل النفسيه والسلوكيه كتير جدا فئه من 6 لـ9 سنين. يعني احنا بنقسمهم من 3 لـ5 ومن 6 لـ9 ومن 9 لـ12 او 14. فبنتكلم في فئه 3 لـ5 هم مش بيبقوا مستوعبين بشكل كبير يعني. لكن من 6 لـ9 دي اكتر فئه بتتاثر بشكل رهيب جدا. بيبقى بالنسبه لهم التكيف صعب جدا. السلوك بالنسبه لهم كتير. الاعراض اللي بتظهر عليهم ايه كأم؟ انا اعرف الاعراض اللي بتظهر عليه ايه. بيشك في كل اللي حواليه، بيقلق، بيخاف، بيتوتر من التعامل مع الاشخاص عموما. بالنسبه للاطفال يعني هو بيبدا كمان هو بيعيش مع طرف من الاطراف، يا مع الاب يا مع الام، فبيغير المدرسه، بيغير صحابه، بيغير البيئه عموما. فبتبقى بيئه مهدده ليه اكتر من بيئه ان هو مع الاب والام. ان احنا نفسيا وعلميا احنا الشخص مقسوم نصين، النص الذكوري والنص الانثوي. فانا مقسومه شخصيتي ما بين بابايا، باخد من بابايا الصفات الشخصيه لي، ومن مامتي الحنيه والحب وكل ما شابه ذلك يعني. فالطفل ده بيبقى ام واب منفصلين، فمش بيكون شخصيته بشكل سليم. يعني بيبقى مش عارف يكون شخصيه من ام ياخد منها طباع سليمه، ومش عارف يكون شخصيه من الاب ياخد طباع سليمه، فبيبقى عنده اضطراب سلوكي. تبدا تظهر في سلوكيات زي السرقه، زي الكذب، التبول الارادي، دايما عنف. الام بتقول لي ابني بقى دايما في عنف مع الاولاد، بيضرب كتير وبيضربه هي شخصيا، يعني بيبقى في عنف معاها هي شخصيا. فده بيأثر جدا على الاطفال في الفتره دي. للأسف احنا الأم والأب ما بيبقوش واخدين بالهم من تأثير الأبناء. يعني في الأول احنا بيبقى في مشاكل في أول الجواز كناس ناضجين في السن من 20 لـ21 سنة، هو داخل في مشاكل المهر والشبكة والعفش وما شابه ذلك يعني. لكن بعد كده احنا اللقب بتغير ما بين زوج وزوجة، الأب وأم، في فئة تاني وجيل تاني احنا مسؤولين عنه. فلازم الناس تاخد بالها من النقطة دي.
جيل او فئه هي ضعيفه، يعني حضرتك تقدر كأب تشيل مسؤوليتك كويس والام هكذا، لكن الاطفال صعب ان هم يستحملوا صدمات زي دي. فعلشان كده ظهر لقب جديد الطلاق الناجح، بيمهدوا للابناء قبل الطلاق، يعني بيبقى فيه تمهيد، وده للاب والام اللي عندهم وعي كبير يعني. طيب احنا معانا مداخله هاتفيه، الدكتور محمد من القاهره. دكتور عليكم. محمد عليكم السلام ورحمه الله. برحب بحضرتك استاذ الضيوف والاستاذه اسماء. اهلا بحضرتك، سؤال حضرتك. احنا يا فندم بنشكركم الاول على طرح الموضوع ده، لان فعلا الموضوع ده موضوع شائك جدا دلوقتي، احنا بنناقشه في المجتمع ان كثره حالات الطلاق، ودي حاجه يعني حاجه بقت اليومين دول كثيره جدا. فاحنا بس في حاجه كنت عايز اكلم حضرتك، ان الايام دي في قانون الاسره بيتعدل، وفي تعديل في مجلس الشعب، وفي تعديل من سياده الرئيس. فاحنا بس بنرجو ان كل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها في قانون الاسره، ان ممكن يكون الموضوع الرؤيه ده يعني هيقرب مسافات كتير جدا. هي ايه استاذ محمد، دكتور محمد، طلباتك ايه؟ انت من الواضح ان في عندك انت احد بيعانوا من عمليه الطلاق. اكيد يا فندم. طيب طلبات حضرتك ايه من القانون الجديد؟ احنا طلباتنا يا فندم اول حاجه ان الابن او ان الابن لازم يكون بين الطرفين، يعني هي خلاص في علاقه وكل واحد راح لحاله. فالفكره كلها ان احنا لازم يكون الطفل ده يكون عارف الاب وعارف الام، وان هو يعني يكون في ود، يعني ود بين الطرفين، ويكون الجده والجد يكونوا بيشوفوا الابن ويكون في استضافه. انت تقصد حضرتك الاستضافه؟ الاستضافه يا فندم، ما هو مفيش استضافه. ما هو الفكره كلها انك انت حضرتك لو في مشكله انت حضرتك بتروح تشوفه ساعه او ساعتين في نادي. تمام. مره في الاسبوع مده ساعتين، فين يعني الطفل ازاي ممكن يتعلق بابوه في ساعتين في اسبوع في نادي؟ يعني دلوقتي ده دي مشكله وخلاص بين الطرفين، وفي مشكله خلاص الطفل ده ملوش ذنب ان هو يعيش الحياه دي، يعيش حياه ما فيش اب وما فيش ام، ما فيش الكلام ده كله. وغير ان هو لما بيكون مع طرف واحد، يعني الام برضو بتملى دماغه حاجات ان الاب ما بيشوفكش. الاب لا، ما هو ما فيش اصلا فرصه ان الاب يشوفه، غير ان الام بتمتنع ان هي ممكن توري الابن للاب. يعني ساعات كتير جدا بتمتنع ان هو يشوفه، وبتبقى واخده دايما ان الابن عصا بتضرب بيها الاب، لان هو يعني في النفايات. وده طبعا بيأثر على الطفل طبعا. طبعا يا فندم. وكمان القانون طبعا يعني في شويه للست، شويه ناحيتها الناحيه القانون شويه عند الست شويه اكتر من الراجل. فالراجل ما عندوش اي حاجه ممكن يعملها في القانون ده كله، غير ان هو بيرفع رؤيه. يعني هي كل القصه كلها ان هو بيرفع رؤيه، وهو ساعات ما بيشوفش ابنه، وهي بتمتنع ان هي توري ابنه. فطبعا الابن بيطلع يعني ابن عنده مشاكل كتيره جدا في حياته. الابن في مشكله كبيره جدا في حياته، ما فيش اب، ما فيش ام، ما فيش طب توعية. غير قانون الاستضافه دكتور محمد، في ملحوظه تاني بالنسبه للقانون الجديد طلباتكم فيه؟ يا فندم ليكم طلبات فيه؟ القانون الجديد يا ريت يكون منصف، يعني يا ريت شويه. بص يا فندم، القانون الجديد احنا القانون الجديد للاسف الشديد ان هو دلوقتي في حته في القانون بتقول ان هي لو طلبت الخلع بتاخد جميع مستحقاتها. اكيد. جميع مستحقاتها بتاخدها لو رفعت الخلع. طب انت النهارده حضرتك بتقول اي حد عايز يطلق يلا مش مشكله، احنا في مستحقات كلها تتاخد. لا، احنا عايزين نمنع شويه، نحد شويه من حياه الطلاق، احنا نحد منها، مش ان احنا نعمل قانون نقول لي الست مش دايما مظلومه. استحاله يا فندم يكون دايما. انا مش بقول لحضرتك ان الراجل ملاك والست ملاك، لا، في حالات طلاق كتيره جدا الراجل بيبقى مظلوم فيها، عايز يعيش الست مش عايز تعيش. اكيد. فالنهارده لما تروح المحكمه وتقف قدام القاضي جلستين بالظبط بتاخد حكم الخلع. النهارده الراجل ده اللي شقي طول عمره، والنهارده حضرتك عارف الظروف الاقتصاديه في البلد عامله ازاي، بتطلع تتطلق بتاخد منه شقه بمبلغ وقدره، النهارده مش اقل شقه ونص مليون جنيه بتاخدها ليها حضنه 15 سنه. والطفل النهارده وهي برضه بتاخدها عند في الاب. اي قانون الست بتستخدمه عند في الاب، بتضرب بيه الاب، بتستنزف بيه الاب، علشان في الاخر هو عمل كده. لا، هو في رجاله كتير ما كانش ليها ذنب في الطلاق. وانا اقول لحياتك على حاجه، مفيش حد في الدنيا عايز يخرب على نفسه، ومفيش حد في الدنيا مش عايز يعيش حياه كريمه. مش كل قانون كل الست بس.
تمام يا دكتور محمد. على العموم احنا بنضم صوتنا لصوتك، وطبعا اكيد المسؤولين سامعين كلام حضرتك، وباذن الله يكون في تعديل للقانون يكون منصف للطرفين. داعية الاسلامي دكتور عابد، ما كيف كان يعامل رسولنا الكريم زوجته؟ احسنت، بارك الله فيك. يعني حتى نقتلع تلك المشكلة التي فشت وانتشرت في مجتمعنا، لم ولن يكون إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ندعي محبة رسول الله، يعني هو ليس مجرد كلام يقال ولا مجرد كلام إن شكمنا يدعي البعض. والله كما قال النبي محمد صلى الله على حضرته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ماذا يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي. يعني إذا التزمنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما حدث بيننا كل هذه الخلافات. يعني حضرتك يعني جبت مثال وقلت كيف كان يتعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من الحقوق التي ينبغي على الزوج تجاه زوجته التلطف معها في الكلام، وأن يحسن التعامل معها. لا أستحي حينما أقول بل يداعبها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب السيدة عائشة، فتقول في الحديث الصحيح: سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقته، فسبقته أولا ثم لبست مليا، أي جلست فترة كده بسيطة، فعاودت السباق أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسابقني، ثم تبسم في وجهي وقال: هذه بتلك. يعني بالبلد كده مرة بمرة، أنت سبقتيني مرة وأنا سبقتك مرة. من الآن يا أستاذ رفعت والسادة المشاهدين يسمعون، من الآن يجلس في وسط أولاده ومع زوجته ويتحدث بالكلمة اللطيفة مع زوجته ويداعب زوجته ويتحدث معها بكل لطف وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن ندعي محبة رسول الله. طب أين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملنا بين أزواجه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ برأي زوجاته. من دلوقتي حضرتك لما تيجي تسأل سؤال يقول لك أنا ما أخذش رأي زوجتي، ليه يا سيدي؟ يقول لا أنا راجل البيت. يا راجل، هو أنت رجل أم ذكر؟ خلي بالك. طيب احنا هنعرف هو راجل أم ذكر. هناخد بس الاتصال الهاتفي دوت من ناصر من الأليوبية. أستاذ ناصر، بس هستأذنك أستاذ ناصر توطي صوت التلفزيون وتسمعني من خلال السماعة. أستاذ ناصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أنا مطلق وبقالي 8 سنين 3 أولاد ما شفتهمش، وفي مشكلة بقالي 8 سنين، وللأسف 50% من حالات الطلاقات في مصر سببها السحر. الأزهر سايب سببها إيه يا فندم؟ المسلم فريسة للصحراء في مصر. الأزهر هو اللي سايب ما فيش قانون حضرتك. وأبشركم كل يوم حالات الطلاقات بتزيد، كل يوم حالات الطلاقات الأمراض النفسية والحاجات دي كلها بيزيد. أنا أكتر من 40 محضر عامله. طب أستاذ ناصر عشان احنا ما نحوتش، مثلا انت طلباتك ايه في القانون الجديد؟ يعني قانون الرؤية الجديد حضرتك اولا يعملوا قانون للصحراء. اكتر من 50% من حالات الطلاقات في مصر سببها السحر، وانا معايا الادلة كلها. ده موضوع تاني اخر، موضوع السحر ده. سحر ازاي؟ عايز افهمه يعني. انا عايش برا مصر، انا حياتي اتدمرت. طب وضح لي أستاذ ناصر يعني ايه سحر؟ معلش يعني ايه سحر؟ يعني الزوجه بتسحر لجوزها يعني ولا ايه؟ ما عايز افهم. الناس كانوا بيدوا لساحر في الشرقيه مرتب شهري لتدمير اخواتي. كشفت الموضوع ده، دمرونا انا كمان. دلوقتي انا رحت شفت عيل من عيالي ولعوا له في البيت بطريق السحر. والدوله ساكته، الدوله سايبه المواطن فريسه للصحراء. انا معايا ادله، انا عامل فوق ال 40 محضر، وجيت في قنوات قبل كده، قناه الحدث اليوم فرش 2017 جايب الموضوع. تم القبض على اخطر ساحر في الشرقيه. احنا حياتنا اتدمرت، الساحر بقى بيولع في بيوتنا بالجن والدوله ساكته.
طب استاذ ناصر خليك معانا وتابع معانا الحلقه وبنشكرك على مشاركتك. دكتور عابد فضل. انت كنت بتتكلم على الفرق بين الذكر والرجل. نعم، كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. اكيد الرجل بالكفاله بالقوامه، يعني حينما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. اكيد. وبما انفقوا من اموالهم. طب حضرتك لا بترعى زوجه ولا بتتكلم بطريقه كويسه ولا بترعى اولاد ولا بتعامل المعامله اللائقه التي ترضي الله، وانت حينما جلست امام الماذون وقلت اعاهد الله ان اعاملها معامله الاسلام، اين معامله الاسلام حينما تتحدث مع زوجتك بطريقه غير لائقه وتقول انني الرجل وانني كذا وانني كذا وانني كذا، من هنا تحدث المشاكل استاذ رفعت. فلذلك لابد الأسس التي وضعها الإسلام ورسول الإسلام صلى الله على حضرته لابد أن نسير عليها. قال للشاب حينما يريد أن يخطب ويتزوج يتخير صاحبة الدين، عشان ما نقعش في المشاكل يا أخوانا اللي بنحنا فيها دلوقتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك. مش معنى كده أنا ما أخدهاش لمالها ولا جمالها ولا لا، صاحبة الدين تحافظ على مالها وصاحبة الدين تحافظ على جمالها وصاحبة الدين تحافظ على نسبها، لكن إذا كان هناك مال بدون دين وهناك جمال بدون دين كل ذلك متاع زائل ولا ليس له أي قيمة. ولذلك ورد في الأثر أن سيدنا الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه وقيل الإمام الحسن البصري جاءه رجل وقال يا إمام لقد كثر إن لي بنتا وقد كثر لي خطبة، أنا عندي بنت وبيأتي إليها كل كثير من الشباب لكي يخطبوا صاحب المال وصاحب السلطة وكذا وكذا، إلى من أعطها إلي يا إمام؟ فقال الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه قال أعطها لمن هو أتقاه. الرجل ما قالش الكلام وقال له وسمع الكلام ومشي كده، لا، السادة المشاهدين يعلموا جميعا قال هذا الرجل لماذا يا إمام؟ لماذا اخترت صاحب التقوى؟ لماذا اخترت صاحب الدين؟ قال إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يصدمها. صاحب التقوى أستاذ رفعت إذا أحب زوجته هيكرمها ولن يظلمها، إن كرهها هيديها كل حقوق. إذا استحالت العشرة وما كان إلا الطلاق سيعطيها، مش لازم يكون في محاكم، مش لازم يكون في مشاكل بينه. إذا استحالت العشرة صاحب الدين والذي يخاف الله والذي يعامل الله تبارك وتعالى والله سيعطيها كل حقوقها دون أن ينظر في أي شيء كائن من كان. يرجع للاختيار الزوجة الأول. ده الأسس، ده الأسس. ولذلك يرجع للاختيار من البداية. يا جماعة إحنا لما اختلت عندنا الميزان بسبب إيه؟ بسبب أنا لما أسأت اختياري وهي كذلك لما أسأت اختيارها. ما هو آخر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أوصى ولي الأمر ولي أمر البنت أو الزوجة قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الفه هنا عندنا في اللغة صدر فعلا تفيد السرعة. أنت عارف لما يجي لك صاحب الدين وصاحب الخلق وصاحب التقوى ده امسك في إيه بإيدك وسنانك كده بالبلدي على طول. ليه؟ لأن ده مش هيتحول. البنت تختار المعايير إزاي؟ أنا كشابة أختار المعايير إزاي للزوج؟ المعايير التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث، إذا كان هذا الحديث قليل في مبناه لكن عظيم في معناه، بمعنى قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. والله يا أستاذ رني لو كان في المال نفع وفيه فائدة لقال الحبيب محمد إذا أتاكم من ترضون ماله، ونحن من غيرنا الحديث إذا أتانا من نرضاه ماله، إذا أتانا من نرضاه سلطانه جاهه إلى غير ذلك الأطيان والعمارات والسيارات وما إلى غير ذلك فزوجوه. طب كانت النتيجة إيه؟ أنا هقول بس التكملة بتاعت الحديث عشان خاطر للسادة المشاهدين يشوفوا إيه اللي بيحصل لنا في البعد عن سنة سيدنا النبي محمد. إيه اللي بيحصل لنا؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا. أنا مش هعمل الكلام ده يا رسول الله. وكثير من الناس من يضرب بكلام من رسول الله عرض الحائط، إن لم تفعلوا شوف النتيجة بقى، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وما أعظم الفتنة التي نعيش فيها الآن وما أعظم الفساد الذي نعيش فيه الآن. نسأل الله العفو والعافية. طيب معنا اتصال هاتفي من مدام سعاد من القاهرة. مدام سعاد. أيوة من أسيوط. أسيوط. أيوة. سؤال حضرتك. بص هو أنا إيه عايزة بس حل واحد بس. إيه هو الحل إن شاء الله؟ إن شاء الله. انا متجوزه جوزي، يعني كنا بنحب بعض الحمد لله لينا 7 سنين مع بعض. تمام. و3 سنين حلو
الاربع سنين دول بقى اتجه ناحيه اصحابه واخواته، وانسان بيجي انسان تاني خالص، ما تعرفش يعني بيجي ايه، لا بياخد رايي في حاجه، ولو قلت له رايه هو الصح برضه الناس كلها موافقه ان انا رايي صح، هو يقول عليه غلط. وما تتدخليش في بيني وبين اخواتي، مع اني انا اللي بكون الصح واخواته غلط، مع ذلك ما بيسمعش كلام، اعمل ايه؟ طيب تابعينا الدكتوره اسماء ترد على حضرتك. حاضر. ايوه دكتور، هو مبدئيا يعني هو الامور ما بتتاخدش بعنف، يعني لو هو في امور راي اخواته زي ما بتقول بياخد رايهم، فهي ممكن تشارك الراي، يعني هو مش لازم، هو عنده تعصب في الراي، هو الواضح من سؤالها ان هو الزوج عنده تعصب في الراي، انا ممكن اشاركه ده، يعني الاهل هو اللي يمشي، لا انا بقصد ان هي تشارك اخواته، يعني تشوف راي اخواته وتشوف ايه التوافق ما بينهم وتعمل ده، لكن مش 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 بيبقى في عنف ان هو رايي بس هو اللي صح. طب هو ممكن راي اخواته يكون صح، فهو برضو الزوج لازم يشارك، يعني هي الزوجة ليها، هي الحياة شراكة ما بينهم، ولكن مش لازم يكون طول الوقت انحياز للأخوات بس أو للزوجة بس. أنا ممكن كزوجة أعمل ماتشنج، يعني أخد رأي الأخوات ورأيي وأشوف المناسب ليه ودي الزوج. إن أبغض الحلال عن الطلاق. تمام. بعد الطلاق كيف نحافظ على كيان الأسرة المصرية؟ هو للأسف يعني أنا دايما بشبهها كخناقة، يعني اتنين بيتخانقوا مع بعض، مش خناق بمعنى خلاف، ولكن هم بيكرهوا بعض، يعني بيوصل لفكرة ان هو بيكرهوا بعض. زي ما دكتور محمد قال، الطفل ملوش ذنب في اللي بيحصل، كل شخص بيطلع أسوأ ما في التاني، يعني الزوجة هي أحسن حاجة لو الطفل عايش مع الزوجة، الزوجة أحسن حاجة، والشكل بتسوق صورة الأب أو الزوج في نظر الولد، فطبعا الولد بيطلع مشتت، طب هو مين دلوقتي الكويس؟ بيطلع ما فيش، بتحكي له بالظبط، بابا مش بيبعت، بابا مش بيشوف، بابا مش بيسأل، فخلاص بتطلع أسوأ ما في الأب، فالطفل خلاص بيبقى مشتت، شخصيته نفسها ما بتبقاش مكونة، ما بين تجاه الأب الصورة خلاص بقت مشوهة، خلاص يعني حتى لو هي اللي بتمنعه إن تشوفه، يعني في قانون الرؤية ودي حاجة كبيرة بقى، مشوار طويل ده، بتبقى الست هي الممتنعة ان الاب يشوفه، فالولد بالنسبة لها لا بابا وحش، بابا هو اللي رافض يشوفني، فهي بتطلع اسوأ ما في الاب، يعني أكيد. ودي مشكلة كبيرة بتدمر نفسية الطفل جدا يعني. طيب ده اللي خلينا بنرجع لحضرتك تاني ونسأل حضرتك، اسباب الطلاق في المنظور الديني ايه في مجتمعنا المصري؟ اسباب الطلاق اولا سوء الاختيار. تمام. سوء الاختيار لو انا ده رقم واحد، ده رقم واحد سوء الاختيار. رقم اتنين خلاص احنا اخترنا والحياه ابتدت يا استاذ، ابتدت يعني في جواز خلاص. طيب ابتدت. رقم اتنين اني لابد على كل واحد ان يتنازل، وده الاسباب بتطلق عدم التنازل. انا ما بتنازلش عن حقي، انا كراجل او انا كزوج ما بتنازلش عن حقوق، وهي كزوجه ما بتنازلش عن حقوق. طيب هل فكرتوا لو اذا كان هناك اولاد، يعني هل فكرتوا كيف سيعيش هؤلاء الاولاد؟ كيف ستكون النظره اليهم؟ على فكره معالي الدكتوره اسماء ممكن حضرتك هتتكلم برضو على الاثار النفسيه على حتى الزوج على فكره، بالمناسبه يعني يعني هي مش الابناء بس، هو العامل الاسره كلها تفككت، كله على فكره الاسره تفككت، سواء الاب او الام او الاطفال، هو عامل نفسي لكل الثلاث جهات، ولذلك لابد على أكيد. الزوج ان يتريث، وانا قلت في بدايه الحلقه قبل ما ياخد قرار الطلاق، هل انت رجل ام ذكر؟ هي بتفرق. الرجل معناه المروءه الشهامه، انت اذا كنت رجل الله سبحانه وتعالى جعل في حقك وجعل من حقك القوامه، انت القوام، انت رب هذه الحكمة الاسره. يعني حضرتك تقصد ان هو يتريث وياخد تفكير وحكمه وما ياخدش قرار قاطع في الطلاق. قرار الطلاق امر خطير جدا جدا جدا. طيب دكتور عابد، ما حكم الدين في المراه النكديه او الرجل النكدي؟ بس هتجاوب السؤال دوت، بس هنطلع فاصل سريع ونرجع لحضرتك عشان تفتكروا السؤال، بس فاصل سريع ونعود لحضراتكم. We'll be right back.
عدنا من الفاصل عشان كنا سألنا الدكتور عابد دسوقي عن ما هو حكم الدين في الرجل النكدي والمرأة النكدية الاثنين، عشان ما حدش يقول ان احنا متحازين لحد. نبدأ بالرجل. بالرجل؟ بالرجل. طيب، بداية رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما استفاد العبد المؤمن بعد تقوى الله إلا بامرأة صالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. تخيلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني على المرأة أن تعلم علم اليقين أنها يعني في رضا من الله سبحانه وتعالى إذا كانت تعمل كل ما في وسعها لإرضاء زوجها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم المرأة متى أو مدى حقوق الزوج عليها قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لكنت آمرا المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده من عظم حق الزوج على 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 على, على زوجتي. طيب، طب حق بقى الزوجة أكيد طبعا، أكيد المرأة. أكيد يعني طبعا حق المرأة أكيد ما طبعًا. نضيعوش، لأن في ستات كتير فعلا أكيد طبعا لا لا، نحن في هذا من 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 خلال هذا المنبر العظيم ومن خلال برنامجكم الموقر لا نحيز لأحد على أحد ولا طرف. هو في رجل نكدي وفي رجل بيعمل مشاكل بلا شك، وفي مانع بلا شك المصاريف كل ده موجود بلا شك، ضغوط الحياة وكثرة الإنفاق أو الإنفاق التي يعني ما أراده الله، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا بنطالب الحياة، ممكن بنقول الحياة، مش هنقول ان هو وحش، بس ضغوط الحياة، ضغوط الحياة هي اللي بتوصل لده. يعني يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فما فيش يعني ما ينفعش بأي حال من الأحوال ان انا اكون كرجل واعطاني الله القوامة ان انا اكون سبب في نكد البيت. طب لما انت حضرتك اللي ربنا كرمك وربنا اداك القوامه والله سبحانه وتعالى اعطاك كل ذلك، انت رب الاسره، طب ما كانت القوامه كانت ليه القوامه مش للمراه؟ ليه القوامه مش للمراه؟ لان الرجل اكثر عقلا وتحكما في اعصابه وفي كلامه، ده المفترض اللي يحصل. لكن للاسف الايه اتقلبت، يعني كثير من السيدات نعلم ان يعني يحافظن بكل ما في وسعهن على البيت، مش عايزين خراب البيوت. اكيد طبعا، لكن للاسف هناك في اطفال وفي حياه وخلاص الجواز تم، فاكيد انا لازم اكمل الحياه اللي انا فيها. بالظبط، ما ينفعش ان انا اوقف القطر اللي ماشي، خلاص انا ركبته يعني ولازم اكمل فيه، ما ينفعش ان انا اقف. تخيلي، ده الصفات بقى، اذا بالزبط. نظر الي اسرت. طيب، واذا يعني انا اذا اقسم عليها ابرت. انا يعني يمكن معلومه المفروض يعني لا تغيب عند جميع من الناس، كثير من السيدات من تجادل زوجها وتريد ان تسير امرها على امره. فعلا، معلش برضو يعني عشان نكون يعني في ستات الشخصيه بتبقى اقوى من الراجل، فبتضطر ان هي تفرض السيطره عليه، او هي عايزه تبقى الراجل بمعنى اصح. طيب، اذا كانت هي تبقى الراجل، انت كده بتقلبي هي قلبت للاسف. طيب، وفي الاخر فاحنا بنقول دلوقتي المراه النكديه عليها ان تتقي الله في زوجها. المرأة التي تريد ال ال رسالة للمرأة، رسالة للرجل بقى. والله طب أنا ما كملتش. خليكم محايدة. أنا محايدة كده، حلوة للستات، للراجل بقى. طيب، المرأة عليها أن تتقي الله في زوجها ولتعلم، ده حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا باتت المرأة وزوجها غير راض عنها باتت تلعنها الملائكة والعياذ بالله. تخيلي قمة وعظم الحق اللي عليها. يعني حضرتك الإنسان التي تبيت وزوجها غضبان عليها تلعنها الملائكة، انت عارفة الملائكة تلعن يعني تطرد من رحمة الله والعياذ بالله. طيب، رسالة الرجل، الرجل بيقول لحضرتك حضرتك رجل، وأكرر حضرتك رجل، بمعنى أن كل الشهامة والرجولة وإذا كنت تريد حقا أو تدعي أصلا أنك محب لرسول الله، أين أنت من ملاطفة رسول الله لأزواجه؟ أين أنت من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ أين أنت من مشورة المتصلة اللي قالت ما بيشورنيش؟ أين أنت من مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاتي؟ أنا هقول بس في عجالة الناس اللي طب ناخد اتصال هاتفي ونرجع لحضرتك. عبد العزيز من مطروح.
ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل استاذ عبد العزيز. ازيك يا فندم؟ سؤال حضرتك. انا بس عايز اشكر الاستاذ واقول يعني ان ما شاء الله طرح الاستاذ جميل، ويعني من المقومات، من مقومات السعاده الزوجيه، او من مقومات الوصول الى السعادة الزوجية هي طاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الأستاذ. وأنا يعني مرة أخرى أحيي الأستاذ على طرحه الجميل وشكرا. عزكم الله. متشكرين أستاذ عبد العزيز من مطروح. دكتورة أسماء، إمتى الطلاق يكون هو الحل الأوحد للحفاظ على كيان الأسرة؟ هو حل أوحد، بس هو الفكرة كمان إن إحنا في الجانب الديني مع الدكتور، هو فعلا الشيطان ليه دخل في إن عدم اكتمال النضج العاطفي عند المرأة والرجل في الوقت ده. يعني أنا بقيتش بشوف الحياة حد بيستحمل ولو حاجة صغيرة. يعني في الأول كانت النسب بتقول إن في أول سنتين جواز بس بيحصل الطلاق، لكن دلوقتي في أي سنة من الجواز حتى لو في أطفال شهور. كمان حتى لو يعني أقل بقيت كمان وأكتر كمان بنعاني والله بالموضوع، بقت شهر واتنين فبقى الأطفال هما اللي بيدفعوا الثمن. الأطفال دلوقتي ما بقاش طفل أو اتنين، يعني دلوقتي توصل لثلاث أطفال وبيحصل انفصال، محدش بيقدر يتنازل. يعني ولا الست بتتنازل عن حقوق ولا الراجل بيتنازل عن حقوق، فكل حد متمسك جدا بحقوقه. فيعني انا نصيحتي ان انا يا جماعه يعني عادي لو ما فيهاش مشكله لو انا تنازلت عن حق من حقوقي، حقوق اساسيه، ولكن في اطار ان الطرف الضعيف الاطفال يقدروا يتجاوبوا ويتعايشوا معايا. ولكن انا بسال حضرتك، انا النهارده زوج وزوجة عايشين مع بعض، لو امتى اقول ستوب انتوا لازم تتطلقوا وتنفصلوا عن بعض حفاظا على الاطفال؟ بسبب العنف. يعني انا بشوف عنف لفظي، عنف جسدي، عنف معنوي، عنف بكل الاشكال. تمام. لا، الانفصال هيخلي الاطفال تعيش في سعاده استقرار. وفي راحه، لان في الفتره اللي فاتت احنا شفنا حالات اكتئاب بتؤدي للانتحار، حالات اكتئاب بشكل كبير. حالات الاكتئاب عند الطبيعي عند الكبار من 5-5.5%، عند الاطفال وصلت من 12-22%، يعني اربع اضعاف بسبب حالات الانفصال، وكلهم في الاربع اضعاف دي بسبب انفصال الزوج والزوجه. فدي بتبقى مشكله كبيره جدا، بتخلي الاطفال طالما في عنف يبقى لا في انفصال. ولكن المشكله الوحيده انه الزوجين زي ما في خطوات احنا اخذناها قبل الزواج، يعني في تجهيزات لعفش ومهر وشبكه وما شابه ذلك، لازم يبقى في تجهيزات قبل الطلاق. يعني في حاجات اساسيه وشروط وجب توفرها، تمهيد للاسره كلها ككيان. انا عايزه اشوف الامور الماديه للطفل، هيتعامل ماديا مع مين، الاب ولا الام؟ ولازم الاب، يعني في الام كمان بقت بتستغل الجانب المادي. دكتور محمد في اتصاله ذكر ده، الام بتستغل الطفل في ان هي استغلال مادي للاب. ففي استغلال مادي، لا انا لازم اوفر شروط ان قبل الانفصال يبقى في توافر شروط مادية. طيب الولد هيعيش مع مين، لان هو هيعيش مع طرف من الطرفين، على شكل معيشة معين، المدرسة، تغيير المدرسة لان هو هيغير مدرسة يعني في المكان اللي هيكون قريب ليه. فلازم تمهيد نفسي ومعنوي للطفل بالشكل ده. ما بعد ذلك ان احنا لازم الاب يعيش في، لو الولد هيعيش مع الاب لازم يتعامل معاه بشكل ان الام مش اسوأ حاجة، وهكذا الام، لو الطفل عايش مع الام الاب مش اسوأ حاجة، ما حدش من الطرفين يظهر اسوأ ما في التاني. يعني نظرة وحشة. طيب معانا احمد من المنيا. استاذ احمد حضرتك اسمعنا من خلال السماعة. استاذ احمد. ايوه يا فندم، سامعك من خلال التليفون اهو. اتفضل حضرتك. ايوه استاذ احمد معاك. ايوه يا فندم، دلوقتي حضرتك موضوع الست النكديه والراجل النكدي اللي كان بيتناقش فيه الدكتور. تمام. طيب هو دلوقتي لما مش لاقي حل مع الست، يعني هي نكديه؟ اه. وانت مش نكدي يا استاذ احمد؟ ايه؟ وحضرتك حضرتك يعني حضرتك بتعملها ازاي؟ حضرتك انت بتعملها في البيت ازاي؟
والله ما هي ايه سبب النكد؟ ما انت هسال حضرتك ايه سبب النكد؟ التعامل ازاي الاول؟ حضرتك بتعاملها في بيتك ازاي؟ عشان نعرف سبب النكد. سبب النكد ان هي عندها نوع من الشك ان انا بكلم حد غيرها يعني. تمام، فالنكد بيجي من الشك يعني؟ عندها نوع من الشك خلاص ملكها يعني. بقى يعني ان اتكلمت انا بكلمكم حاليا دلوقتي يعني. تمام؟ تمام. هي ممكن ترن على التليفون بتاعك تلاقيه في انتظار مثلا. تمام. يبقى انا بكلم حد. ده كل الزوجات كده يا استاذ احمد. لا والله كل يوم كل يوم كل يوم, كل يوم, كل يوم انت بتكلم. لو على كده كل البيوت هتتكلم يا استاذ احمد. بكلم حد على العموم. خليك تابع معانا استاذ احمد، الدكتور هيرد عليك. دكتور عابد، عشان وقتنا طبعا ضيق، اتفضل. هل احنا بنفتقد للخطاب الديني داخل المساجد؟ طبعا. بالنسبه خاصه ان نسب الطلاق زادت عن حدها، خطاب زي خطابات مثلا مساجد يوم الجمعه، نعم، ليه ما يعني تركزوش في عمليه الخطاب الديني والحفاظ على كيان الاسره المصريه؟ والله هو حضرتك اثرت يعني سؤال مهم جدا في غايه الاهميه. الخطاب الديني عليه دور كبير جدا جدا جدا، لان كثير من الناس بفضل الله بيذهبون الى صلاه الجمعه سواء رجال او سيدات. فيعني نناقش هذا الموضوع في الخطاب الديني ونثير هذا الموضوع بشكل متواصل، حفاظا على بيوتنا، حفاظا على أسرنا، حفاظا على أطفالنا. فالخطاب الديني بلا شك له دور في تنمية أو في توعية الناس في الأسس التي جعلها الإسلام والأسس التي جعلها رسول الإسلام في اختيار الزوج والزوجة. وأنا يعني أستغل هذه النقطة أقول يعني فترة الخطوبة، يعني أنا يعني عايزين فترة الخطوبة ديت للخطيب والمخطوبة يعني معتقدين انها مجرد دباديب ومجرد فسح ومجرد هو يظهر بشكل حلو وهي كمان. وعلى فكره انا في رايي كمان. انا بعتذر انا في رايي فتره مزيفه. كل واحد فيها في الاثنين بيظهر باحسن ما عنده. كل واحده يعني الشخصيه دي كبنت بتظهر بالشكل الحسن او الشكل الجميل او لا، احنا عايزين نكون على طبيعتنا ونخطط لمستقبلنا ونشوف كيف نعيش ونقلل القصه بقى من خلال المنبركم الجميل ده، نقلل قصه التكاليف الزوجيه. لاني والله ويشهد الله على ما اقول ان ربما تكون من اسباب الطلاق الضغوط الماديه اللي بسبب التكاليف الزواج، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقلهن مؤنه اكثرهن بركه، على اساس ان الزوج بيبقى داخل مديون بقى. بالظبط. ما هو انت انا باجي اطلب من حضرتك طبعًا. باجي اطلب من حضرتك بتقول لي هات كيت وكيت 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 وانا لسه في مقتبل العمر، فبضطر استدين. طب بخش بقى في الزواج، طب هسدد هذا الدين ازاي وهسدد مصاريف الاسره ازاي، واذا كان هناك اطفال وما الى غير ذلك، كل ده ضغوط. ف الوصيه بتاع سيدنا النبي قال اقلهن مؤنه اكثرهن بركه. اذا كنا نريد الحفاظ على اسرنا نبدا من البدايه، كما اخبرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دي اول نقطه. انا خلاص خدت صاحب الدين وصاحب الاخلاق، طيب انا ما اتعصرش عليه بقى، يعني اللي حضرتك تقدر عليه تجيبه ولا انا اقدر عليه ايه اجيبه، ونبدا نسير على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبه لحته الغيره يا أخي، ده السيدة عائشة كانت تغير من السيدة خديجة بعد انتقالها. يعني سبحان الله، يعني من كثرة محاسن السيدة خديجة التي كان يذكرها رسول الله صلى الله على حضرته غارت عائشة. ولذلك يعني حتى مرة كده حصل ده يدل عن حب، هو ده يدل ان هي بتحبه. بالظبط، يعني اذا كان هذا فنعمة الزوجة. بالظبط. طب ده يخلينا نسأل حضرتك حقوق المرأة ايه في الطلاق في الإسلام سريعا؟ طيب حقوق المرأة أنا كما قلت من قبل، إن أكرمها أو إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلم. طيب. إذا استحالت العشرة كما قالت الدكتورة يبقى الحل الوحيد الطلاق، فعليها أن تأخذ كل حقوقها. طيب. كل حقوقها بلا استثناء إذا استحالت العشرة، يعني ودون ما يسومهاش على حاجة. بالظبط كده. لا أنت عايزة تطلقي، ما هي دي الطمة الكبرى بقى. ده الاستغلال بقى، الاستغلال المادي من الطرفين الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، يعطاها كل حقوقها.
إذا كنت مسلما حقا يعني كما قيل تعصي الإله وأن تدوسر حبه، إن هذا العمل في القياس بديع، ولو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب كمان هي تكون عندها صدق، إن هي لما تستلم قيمتها برضو ما تدعيش، ما تفتريش على الزوج، ما تفتريش على الراجل وتقول أنا ما استلمتش، وتبدأ مشاكل وحاجات زي كده. نسأل الله أن يعني عمدا ملف الطلاق ملف كبير طبعا، في أسئلة كتير لسه ما ناقشناهاش مع فضيلة الداعية الإسلامي الدكتور عابد ومع الدكتورة أسماء، على إن شاء الله هنستكمل هذا الملف في حلقات أخرى قادمة. أخيرا بنشكر الداعية الإسلامي الدكتور عابد. أنا عايز سريع سريعا أنا ما عنديش وقت اتفضل. أنا بس بقول لكل زوج يعني عامل زوجتك كما تعامل غيرها من السيدات، وأيضا الزوجة أريد أن تعامل زوجها بما تعامل بها غير زوجها، والله لو حدث ذلك يعني انتهى وقتنا. أنا أعزائي الدكتور عابد دسوقي على حضوره معنا النهارده ومناقشة هذا الملف، كما نشكر الدكتورة أسماء السقعان أستاذ الطب النفسي للأطفال، نورتنا يا فندم معنا النهارده، ونشكر حضراتكم وفي ملف جديد من ملفات برنامج شارع العرب الأسبوع القادم إن شاء الله. استودعكم الله.